صباح النور، الغزالات ديالي صباح السرور. نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. لا شتوني بهاد الحاله لحقاش اختي من البارح، وانا ما نقولش لكم انا عشت تقريبا واحد غمضت واحد جوج سوايع مع ديك 6 ديال الصباح. الحوايج اللي شتوني بهم البارح هما باش نعس تعرفوا بالفوطوي. راكم عارفين متى تكونوا في واحد البلاد بعاد وتجيكم شي خبار، باك مريض ولا هادو، ما يمكن لا تمشي لا تقطعي البيوت تنزلي لا حتى حاجه، غتضر بك الدنيا. المهم الحمد لله العمليه دازت مزيانه، سرحوا لي الصم العروق يعني ديال القلب، كانوا مبوشين لحقاش باطي ياكل الملحه بزاف، تتكون المرقه مالحه وتزيد تدردر فوق الملحه، وديما تتبقى تغوت عليه الوالده نقص الملح احمد نقص الملح احمد، وهو اللي فراسو فراسو راكم عارفين. اش غنقول لكم، كيما نقول كنتمنى ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. راه داكشي داز مزيان، دابا كنتسناه يخرج من البلوك باش نشوف حالته ونتصوني عليه. بقى ما حتى ماما مسكينه تما البارح، ما نقولش لكم مع الليل هي بحر فاتحه على رجليها، ومع الليل تنصوني لها تنقول لها فينك، مع داكشي جا ما عارفينش واش غيبقى واش ما غيبقاش. هو كان تيحس بالحريق في قلبه، داوه لعندنا تما السبيطار، عندنا واحد السبيطار فيها المشاش تيدورو راكم عارفين دوكم دون الصغار، وداوه لواحد الطبيب دوز ليه، ومن بعد قالوا لي خاصو ضروري يمشي يدير يسرح العروق ديال القلب قبل ما تجي شي سكته قلبيه. ايوا صافي هي هذيك، مشاو لكازا وهادشي انا ما عاودوه ليا حتى من بعد. راكم عارفين انا مع بعيده وداكشي، وتقول لا راه ترجعت مرض ما نقولوا ليها والو، وكاين في الاخر الخبر راه كتجي تجي وصافي. في الليل تنعيط لها فين كانت، كان جالسه في الكرسي. ويلي على جالسه في الكرسي، واش السيده بحرا فاتحه ودايره بروتيز في ركبتها وغتنعس جالسه باش تبقى مقابله با؟ قلت لها دابا ضروري والله العظيم الا مع 12 ونص ديال الليل بقيت نقلب في جوجل على شي اوتيل قريب للكلينيك فين كاينه هي، واحد الكلينيك في غاندي ما نقولش لكم. والمهم الحمد لله لقيت ليها لوطيل وطلبت هذاك الدري اللي في لوطيل، قلت لي عافاك اخويا واش كتعرف مع الليل، وهي خافت قالت لك انا راه كاين القطاطعيه وداكشي خافت مسكينه تخرج. قلت لها شوف انا غنشوف لك شي طاكسي يجي يديك من تما. المهم عيطت من لوطيل عطاني رقم ديال السونترال ديال الطاكسي فيغ، مشى هزها من تما وداها لوطيل، وقلت لها ونعسي بعدا مجبده وجبدي ديك الركبه لا تصدقي ماشي غير بالي مريض رجعت مرضي تانتي. ايه واش غنقول لكم، اللي في الغربه هذا هو حالو، عرفتوا تجيكم بحال هاد الاخبار قسما بالله. انا دخلت بيا لارض تنقول كون عاكنت حدا ودابا الله يستر لا طرات شي حاجه، ولا ما يمكنش حتى تمشي ما يمكن تقطعي بيا، ما كاينش المغرب سد الحدود انا ما عرفاتش حتى لامتى. المهم الله يطول لبا العمر ان شاء الله حتى يوصل داكشي اللي كيتمنى ويمشي، وان شاء الله يحجوا مازال ان شاء الله باغا نشوفو ونعاود نشوف. والمهم الحمد لله لقيت ليها لوطيل وطلبت هذاك الدري اللي في لوطيل، قلت لي عافاك اخويا واش كتعرف مع الليل، وهي خافت قالت لك انا راه كاين القطاطعيه وداكشي خافت مسكينه تخرج. قلت لها شوف انا غنشوف لك شي طاكسي يجي يديك من تما. المهم عيطت من لوطيل عطاني رقم ديال السونترال ديال الطاكسي فيغ، مشى هزها من تما وداها لوطيل، وقلت لها ونعسي بعدا مجبده وجبدي ديك الركبه لا تصدقي ماشي غير بالي مريض رجعت مرضي تانتي. ايه واش غنقول لكم، اللي في الغربه هذا هو حالو، عرفتوا تجيكم بحال هاد الاخبار قسما بالله. انا دخلت بيا لارض تنقول كون عاكنت حدا ودابا الله يستر لا طرات شي حاجه، ولا ما يمكنش حتى تمشي ما يمكن تقطعي بيا، ما كاينش المغرب سد الحدود انا ما عرفاتش حتى لامتى. المهم الله يطول لبا العمر ان شاء الله حتى يوصل داكشي اللي كيتمنى ويمشي، وان شاء الله يحجوا مازال ان شاء الله باغا نشوفو ونعاود نشوفو ونعاود نشوفو ان شاء الله ويطول ليه العمر يا ربي. ودعوا ليا مع الوالد، شكرا كاع البنات اللي كتبوا ليا المعلومات على الكلينيك في النعاسة، شكرا بزاف. المهم قالوا لي راه كلينيك مزيان الاطباء مزيانين، راه حطيت بوست باش تتخلعي تقولي اوكي. راكم عارفين ما باغاش نهضر في هذا السوجي لحقاش اصلا تيطلع ليا الدم، ولكن راكم عارفين بعض المرات لا طحتي في يدين شي وحدين ما فيهمش الرحمه تيبقاو يسمصرو فيك، لا ومن القلب يمشيو لك لبلاصه اخرى ويبقاو يسمصرو. وماما مسكينه راكم عارفين يعني امراه شعبيه بزاف وما عارفاش قوالب ديال الدنيا والدين اللي تيكونوا، راكم عارفين في الكلينيك وفي الاطباء وفي الفرمليات، وراكم عارفين تدور مع هذا دور مع هذا باش تقضي غراضك. داكشي علاش سولت بزاف تاع البنات، والحمد لله كاينين بنات اللي كانوا خدامين تما، بنات اللي والديهم فتحوا تما وطمنوني بان مزيان مزيان البلاصه وكل شيء. وصافي هادشي اللي كاين، دعوا ليا مع الوالد دا خصني نمشي ندوش غير باش نحس براسي فايقه باش مني فيق ولادي نقابلهم ونبقاو على القرص.